فريق نادي الزمالك خاض تدريبات استشفائية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق نادي أسوان، واللي هتتلعب النهاردة على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري. وفضل فريرة تخفيف التدريبات بعد رحلة السفر من القاهرة لأسوان، وده خوفه من تعرض اللعيبة للإجهاد. بيواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تحضيراته لمباراته مع البنك الأهلي، واللي هتتلعب بعد بكرة في الجولة 11 من الدوري العام. وأبدى الفريق تدريباته امبارح على الملعب الرئيسي في الإسماعيلية، وركز كمان الجهاز الفني للدراويش على التدريبات الخططية، وتم تقسيم اللعيبة لمجموعات نفذوا من خلالها جمل تكتيكية على المرمى. ونروح للأخبار العالمية، وفريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد حقق الفوز على فريق أوكسير بنتيجة 1-0، وده في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي. بالنتيجة دي بيتواجد نانت في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة. التعادل الإيجابي حسم وجهة فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق نوتنغهام فورست بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل رحيم ستيرلينج هدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة 16 من المباراة، بعدها سجل سيرج أوري هدف التعادل لفريق نوتنغهام فورست في الدقيقة 63 من اللقاء. فريق توتنهام خسر من فريق أستون فيلا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي أستون فيلا أصبح في المركز 12 برصيد 21 نقطة، رغم خسارة توتنهام حافظ على المركز الخامس برصيد 30 نقطة. وبعد انتهاء المباراة أبدى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي غضبه من الخسارة اللي تعرض لها فريق توتنهام من أستون فيلا، وقال كونتي: هذا هو مستوانا، توتنهام مستوى الأفضل هو المركز الخامس وممكن كمان السادس أو السابع، أريد أن أكون صادق وواضح للغاية، لقد قلت هذا للنادي. أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي الرياضي الأعلى راتبا في التاريخ والأكثر دخلا في عام واحد. عقد رونالدو مع النصر بيمنحه التفوق على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان في الأعلى راتب في تاريخ كرة القدم. وأكدت بعض التقارير الرياضية أن راتب كريستيانو رونالدو الصافي مع النصر وصل ل 70 مليون جنيه استرليني في السنة، بإضافة مجموعة من الحوافز والإعلانات التجارية هيوصل ل 170 مليون جنيه استرليني في السنة. منافسات كرة القدم في مختلف ملاعب العالم شهدت خلال 2022 العديد من الأهداف الرائعة والممتعة لعشاء الساحرة المستديرة في مختلف البطولات الكبرى. النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول جه ضمن قائمة أفضل أو أجمل الأهداف في ملاعب العالم سنة 2022 بالهدف الرائع اللي سجله في مانشستر سيتي بعد أسيست رائع من الحارس البرازيلي أليسون بيكر. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع باسانت وشاذلي.